نفذت بلدية مدينة أبوظبي أعمال التجميل الطبيعي حول مجمع حدائق البطين السكني بجزيرة أبوظبي بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري العام وتعزيز معايير جودة الحياة. وشهدت الأعمال تجميل مساحة 9273 مترا مربعا حول المجمع بزراعة 3483 مترا مربعا بأشجار مثمرة وشجيرات الزينة والزهور الموسمية ومغطيات التربة، وفرش الحصى التجميلي لمساحة 358 مترا مربعا. وتشجيعا لسكان المنطقة على ممارسة الرياضة، أنشأت البلدية مسارا لممارسة رياضات المشي وركوب الدراجات الهوائية بطول 470 مترا، وتم تجهيزه بمناطق للجلوس. أعمال تطويرية تجميلية متواصلة لكافة مناطق جزيرة أبوظبي تحقق التطلعات نحو مدينة عصرية نموذجية وتساهم في رفاهية وإسعاد أفراد المجتمع.